احتفالاً باليوم الوطني للحرفي، تم إصدار أول بطاقة مهنية رقمية للحرفيين لفائدة أزيد من 450 ألف حرفي. انطلقنا اليوم بعملية البطاقة المهنية للحرفي الإلكترونية، واللي راح تعوض البطاقة الكلاسيكية. هذه العملية تدخل في إطار رقمنة تسيير القطاع، واللي الدولة توليه يعني أهمية كبيرة. وهذه العملية راح تخص وراح تهم وراح تقيس أيضا أكثر من 450 ألف حرفي المنخرطين سابقا، وأيضا راح تمس أيضا أكثر من 20 ألف حرفي جديد. بطاقة إلكترونية تعتمد على رقم التعريف الوطني الخاص بكل المواطنين، بالإضافة لاحتوائها على رمزين إلكترونيين يتضمنان كل المعلومات المشفرة لصاحب البطاقة. هذا الرمزين هو لكود كيار، أنه بإمكان أي آلة أننا نقرأ جميع المعلومات والمعطيات حول الحرفي، سواء كان في الحالة المدنية أو حالة المستوى، جميع النشاطات نتاعو في مجال الصناعة التقليدية أو الجانب المهني. إصدار البطاقة المهنية للحرفي يندرج ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى رقمنة قطاع الصناعة التقليدية وتحسين ظروف عمل الحرفيين.